أما ما جاء في صحيح البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب، بدليل أنه قال لعلي رضي الله عنه أرني إياها، فأراه إياها فكتب. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام غير عالم بالقراءة والكتابة، وإلا لما قال لعلي أرني إياها، ولما احتاج إلى أن يقول لعلي أرني إياها. والدليل الآخر على أنه لم يكتب في صلح الحديبية أن معنى كتب يعني أمر بالكتابة، كما جاء في أحاديث كتب إلى قيصر، كتب إلى كسرى، فيكون كتب يعني أمر بالكتابة. وعلى افتراض، وهذا رأي الجمهور، على افتراض أنه كتب من باب التنزل ومن باب الأخذ بالظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرت يده بالكتابة لأن الأمية قد يعلم صورة الكلمة فيكتبها كما هي، ولا سيما الأسماء، وبذلك لا يخرج عن كونه أميا. ثم لو كتب حقيقة دون اللجوء إلى القول بكتابته للكلمة على صورتها، فإن هذا الأمر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، وهذه معجزة ولا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم عالم بالقراءة أو الكتابة.